العجيب ان هذا الرجل اللي بيعتمد على القرآن وبيرد به السنة لما جه يقرأ القرآن قرأه غلط، فبيقول من يقتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فهو قالها او فسادا في الارض. يعني انت مش عارف تقرا القران وجاي تفسر لنا القران. ومثلا الحيوانات اللي موجوده وعايشه معانا دي فيها نفس ولا فيها روح ولا ما فيهاش نفس اساسا؟ عشان بس الصوره تكتمل قبل ما اسال اسئله عيسى كلها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. شوف أخي علاء، النفس خاصة بالإنسان، الحيوان لا توجد فيه نفس. أما القوام الحياة اللي بتخليه يتحرك، موضوع ثاني، موضوع آخر. هذا الذي يجعله يتحرك لم يسمه القرآن الكريم نفسا، بنصوص قرآنية صريحة. زي يعني عندما يقول تعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. شوف قال من قتل نفسا، يعني لو كانت الذبابة في البيت نفسا لكان حكم من يقتلها كحكم من قتل الناس جميعا. العجيب أن هذا الرجل اللي بيعتمد على القرآن وبيرد به السنة لما جه يقرأ القرآن قرأه غلط، فبيقول من يقتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فهو قال او فسادا في الارض. يعني انت مش عارف تقرا القران وجاي تفسر لنا القران. ده عالم صايع يا ابا. ضيعت 10 سنين ولسه هتضيع كمان 10 سنين. طبعا علم. طبعا. فبالتالي هو اللي يمكن هيجي في قناه ازهري ويقعد قدام شيخ ازهري هيجي يغلط في القران هيقول له وقف القرايه دي غلط دي غلط. محدش يخضه. وعلى هذا يبقى ترد البخاري ومسلم اذا تعرضت مع القران تعرضت عند مين؟ عند ام محمود بتاعت المحشي. أيوة. تعرضت عند ام عين. ما انا حددني هذا الاطلاق للتجريء ان 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 السيد عدنان الرفاعي يجرأ الناس انه يشغل مخه في النص القراني. ضيعت 10 سنين ولسه هتضيع كمان 10 سنين. طبعا علم. طبعا. طبعا هذا ضيق فهم لمعنى القرآن. نعم. يعني في القرآن جاء قول الله عز وجل أولئك لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. يعني في صحيح البخاري عروة ابن الزبير راح لعائشة وقال لها يا أم المؤمنين إذا أنا حججت أو اعتمرت لن أسعى بين الصفا والمروة. قالت لماذا يا ابن أختي؟ قال لأن الله عز وجل يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت فلا جناح عليه. لو اعتمر فلا جناح عليه طوف بهما. زي ما بيقول لا تتولوا قوما قد غضب الله عليكم عليهم ما هم منكم ولا قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. أنا عاوز أستغل الفرصة دي وأنبه الناس لحاجة، طالما احنا في مجلس علم وبنتعلم. شوفوا يا جماعة، لابد أن تعلم هدانا الله وإياك أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه نزل عليه قرآنين اتنين. لابد أن تعلم هدانا الله وإياك أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه نزل عليه قرآنين اتنين. يا دين النبي الحلاوة دي.
اولا انا ما بحبش ادافع عن الحديث بالقران، لكن انا عايز اقول يعني جهله حتى في فهمه في القران. ايه هو السحر اللي عملوه سحرة فرعون وسحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم؟ انما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين وافك والى اخر هذا الكلام. اما هو بشر يمرض، السحر مرض، السحر مرض، بمجرد ما رقي النبي صلى الله عليه وسلم فاق من السحر وانتهت المسألة. مش بيقول لي بني اسرائيل او كلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون؟ قل نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المرسلين بلسان عربي مبين. قل نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المرسلين بلسان عربي مبين. انا بمجرد ما سمعت عدنان وهو بيقول فسادا قلت له الكلمه، لا حسيت انها غلط على ودني غلط. دائما هم يلعبون على وتر تغييب العقل، لذلك أنت انظر إلى الأمة، يعني يريدون الشارع أن يكون في حالة غيبوبة مستمرة، لأنه لم يكن في حالة غيبوبة سيكتشف أن هذه الروايات موضوعة. دائما يلعبون على الوتر العاطفي، يتهمون كل متدبر وكل باحث في كل زمان كان بالخروج على السنة، ربما بالكفر، ربما بالزندقة، يتهجمون عليه شخصيا، يحاولون أن يطفئوا الحقيقة قبل أن تولد في كل زمان ومكان. يعني لو فعل العقل، طبعا فعل العقل تحت ظلال كتاب الله سبحانه وتعالى، عندما نقول فعل العقل لا نعني أن نتجاوز كتاب الله تعالى سبحانه وتعالى كما يكذبون هم علينا. نحن نقول لهم كتاب الله تعالى هو المعيار، والعقل هو خادم، العقل هو خادم، هو خادم لكتاب الله سبحانه وتعالى. كل شوف ومضة نور يمكن أن تولد من رحم أبناء هذه الأمة، يقومون بإطفائها قبل أن تولد، يقومون بوأدها قبل أن تولد، بالتكذيب والتلبيس والافتراء. الولادة الحقيقية ليست هي التي تخرج بها من رحم أمك جسدا، الولادة الحقيقية هي التي تخرج بها من أرحام الآباء فكرا وعقيدة باتجاه نور الحق. نحن نبين الحقيقة لمن يريد فهم الحقيقة، من لا يريد فهم الحقيقة هو حر.